and cricket. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرين، بادئ ذي بدء أريد أن ألقي عليكم الطمع عن قيد من فيض الطرق الموصلة إلى الله تعالى وتقرب إلى الله تعالى. وكانت هذه الطرق مما لا مجال فيها للحصر لكثرتها. والآن أريد أن ألفت إليكم جميعا النظر عن قضية وهي الصدقة. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. قل الله، انتم الشاب يعني لازم بالقوة. الله، ليس تركن زهرك وقول الضعيف كده الله. لا، مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله، الحمد لله. أي الحاضرين، بدأ الله تعالى في هذه الآية بحرف النداء وهو يا. واليا كما نعلم في علوم النحو تفيد ثلاث معاني: معنى الأول القرب، معنى ثاني البعد، معنى ثالث متواصل بينهما. ويتكلم العرب عندما ينادي الناس مثلا محمد، فمحمد من قريب: يا محمد تعال، أو محمد من بعيد: يا محمد تعال. حتى محمد متوسط، يعني ليس بعيد وليس قريب: يا محمد تعال. وأيضا بعد حرف الياء ويأتي كلمة آمنوا. ما هو السر في هذه الآية؟ إذن تستفيد في هذه الآية أن الخطاب الإله يشمل جميع، سواء كان إيمانهم إيمان قرب، يعني يفعل الأعمال الصالح وهو الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، وسواء كان إيمانهم إيمان بعد، يعني ولم يفعل شيئا ولم يفعل أعمال الصالح من الصلاة والزكاة ولم يفعل أركان الإسلام إلا شحرتين. وثالث، سواء كان إيمانهم متوسطا، يعني هو يفعل الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا في حالة نفس
وهو يفعل المعصية. فهذه المعنى، فهذه الآية، الله ينادي كافة المؤمنين. وأيضا وقد حث الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لعباده، يعني كافة المؤمنين، لينفقوا أموالهم، ما قد رزقه الله تعالى من أنواع أموالهم وأرزاقهم. وأيضا أحرص يا مولانا عندما الكلمة يا أيها الذين آمنوا في كل آية في القرآن الكريم يأتي بعدها أعمل صالح. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية بدأ الله سبحانه وتعالى أيضا بحرف النداء، يا أيها الذين آمنوا، بالجملة يا أيها الذين آمنوا، وأيضا يأتي بعدها أعمال الصالح، ما هو الصيام. وكذلك أيضا في هذه الآية يأتي بعد الجملة يا أيها الذين آمنوا، يأتي بعدها أعمال الصالح، وهو الصدقة، وهو أنفقوا. وقد قرأت في تفسير القرطبي معنى هذه الآية، هو يعني الزكاة مفروضة، وقيل أيضا الزكاة مفروضة وتطوع. فالحمد لله أي الحاضرين والحاضرات، أيضا من أعمال الصالح وأحبها الله تعالى وهي الصدقة للفقراء والمحتاجين، ويدفع عنا المكروه والسوء، كما قال الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدقة تطفئ غضب الرب، فتصدقوا ولو بشق التمرة. نكفي في هذه الحالة إن شاء الله، والعفو منكم على التقصير ومما على الكلام الخطأ. وأيضا أنا أكف أمامكم نيابة عن رئيس طلبة إندونيسيا، وهو يعني يتعذر عدم الحضور في هذا المكان المبارك، ويسلم عليكم. ونشكر على المدير الفندق، مدير صندوق رعاية طلبة إندونيسيا، وشكرا جزيلا. وأيضا على جميع الطلاب في هذا المكان، وشكرا جزيلا على اهتمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kita ucapkan terima kasih kepada